علاش لا علاش بحال ندير مالي ليها لا نشاهد الآن هذا التدافع بين قوات الأمن والكونفدرالية الديمقراطية في الشغل. يعني يعني لازال المنع هو السيد الموقف هنا بمحيط الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. تتابعون معنا مباشرة مشاهدينا الكرام المنع الذي تتعرض له الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قبل العناصر الأمنية. والله الحاج أبلغ تعبير عن حالة التوتر بين السلطات الأمنية وبين متظاهرين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. تدافع بين الطرفين. شعارات قوية ترفع من قبل حيادية ومناضلة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل للتذكير، فإن يعني سبب نزول هذه التظاهرة هو الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية التي تضي بنارها المواطنون. من هنا جاءت هذه التظاهرة لكن السلطات الأمنية منعتها. Thank you.